هكذا تتواصل الانطلاقات وتتجدد اللقاء بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وينطلق قبل قليل الشوط الثاني عشر في اشواطنا لمساء هذا اليوم في الانطلاقة والتحديات، والشوط الثاني عشر الخاص بالجعدان المهدنات الأصايل اللقاية تتنافس على ناموس هذا الشوط وانطلاقاته. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نعود وننطلق مع هذا الشوط، وهو الشوط الثاني عشر مثل ما ذكرت سابقا. نبحر في عمق الميدان، نتقدم إلى المراكز الأولى مع هجن العاصفة، وهذا هو الكايد من هجن العاصفة يقود مسار هذا الشوط، يقوده في التضمير غياث الهلالي، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل، بينما المركز الثاني أيضا هجن العاصفة تتقدم على ثاني المراكز وتقدم لنا وتأتينا بمدلل على المركز الثاني، يقود مدلل غياث الهلالي في عملية التضمير. أما المركز الثالث سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، هذا مع يمع بن عتيجة الرميثي على ما أعتقد اللي انطلق في هذه اللحظات. نعم هذا هو، هذا هو بروكسل الذي ينطلق، بروكسل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، يضمره يمع بن عتيجة الرميثي في هذه الانطلاقات. بينما المركز الرابع هجن العاصفة تقدم لنا بطاش من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي، والمركز الخامس يتقدم في خامس المراكز هذا هو نهاب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيل الهايري يقوده في التضمير، بينما الكايد من هجن العاصفة في المركز السادس، والمركز السابع اللي هو نجم من هجن العاصفة يقود غياث الهلالي. أما المركز الثامن أشوف التحرك من ثامن المراكز في هذه اللحظات، المركز الثامن هذا هو عناد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز التاسع يتقدم في مهند لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما هجن الشحانية تتقدم على عاشر المراكز مع عفريت أو عفرين من هجن الشحانية، وجابر بن سالم بن فاران يضمر عفرين في هذا الانطلاق. هذه التحديات والانطلاقات في هذا الشوط وفي هذا المسار. هناك نسير مع مقدمة هذا الشوط ونسير مع المركز الأول اللي مسيطر على المقدمة ويقود مساري هذا الشوط ويندفع بالمركز الأول، يسيطر على الجعدان ويتقدمهن مشاهدينا متابعينا الكرام. هذا هو بروكسل، تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد النهيان، ولكن تغيير من هجن العاصفة، غير بطاش غير إلى المقدمة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما يأتي في المركز الثاني ويندفع شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، يأتي بروكسل في هذا الانطلاق في المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، يضمره يمع بن عتيج الرميثي يتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع عفرين تقدم من هجن الشحانية، يضمر جابر بسالم بفاران المري شبل المضمرين، يتقدم ما شاء الله بهذه الإنجازات وهذه التحديات، بينما قدوم ووصول من
عنيد عنيد لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان ويضمر الصادق بن فضل الأمين. وهناك أيضا أشوف الشعار اللي يتقدم لسمو الشيخ فيصل الطليلي 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 يتقدم في هذه اللحظات. الطليلي تعود ملكية سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى يضمر ناصر بن عبد الله المدهوشي. يا سلام، هذه الأسماء المتقدمة وهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة على أرضية هذا الميدان في هذا المسار وهذه التحديات الجميلة. عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول في هذا المسار، وهج العاصفة على المركز الأول على الانطلاق الأول حتى هذه اللحظات، وهجن الشحانية قادمة على المركز الثاني، ولكن لا زال بطاش بطاش من هجن العاصفة على المركز الأول على الانطلاق الأول مسيطر بطاش 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 على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني عفرين عفرين يتقدم من هجن الشحانية يضمر جابر بن سالم بفاران المري ينطلق بالمقدمة ويعلن تحديات الشحانية وظهورها الرائع والممتاز في هذه الأيام، أيام آخر الموسم وأيام الجزء الأخير. الظاهر أن استعداد بن فاران جميل ورائع حتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، عفرين عفرين هجن الشحانية يتقدم بالمركز الأول ويعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع للمرة السابعة على التوالي في هذا المساء لهجن الشحانية. وجابر بن سالم فاران المري يعلن التحدي والتضمير مع هجن الشحانية. المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، المركز الثالث لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى، المركز الرابع من هجن العاصفة، والمركز الخامس من هجن العاصفة. عودة إلى التوقيت الزمني، وهذا عفرين الذي انطلق بهذا الشوط، وهذه الإعادة في توقيت زمني مقداره 7 دقائق و32 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا لجابر بن سالم بفاران المري على هذا الفوز، بينما نشوف المركز الثاني اللي وصل فيه لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان في 7 دقائق 34 بالوفاء والتمام، والصادق بن فضل الأمين كان يقوده في التضمير، بينما هناك وصل الطليلي في المركز الثالث قطع المسافة. بنشوف الطليلي اللي في المركز الثالث، هذا هو 7 دقائق 34 وجزئين من الثانية. تهانينا لمالكة سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى، وشكرا ناصر بن عبد الله المدهوشي. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس للجميع. الميكروفون يعود مع زميلي فايز اليابري.